قول الكاتب المصري سامح مقار بكتابه أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة إنه لفظ ست جاي من اللغة الهيلوغريفية ومعناته امرأة، ولفظ سي يلي المصاري حتى الآن بيستخدموه بيقولوا سي سيد سي محمد هو معناته رجل. اللغة السورية القديمة كان يستخدم كلمة ست لتعظيم الآلهة الإناث، يعني على سبيل المثال كان ينقال الست عشتار. ولحد اليوم شو عم بيقولوا عن طير الحمام يلي لونه رمادي استاتية نسبة إلى الست عشتار، لأنه هذا الطير هو كان المفضل عنده. اليوم تستخدم كلمة ست كلقب للسيدة المتقدمة بالعمر. أنسة هو لقب الصبية أو المرأة الغير متزوجة. مدام هو لقب المرأة المتزوجة أو المطلقة. يعني في إشارة هون إنه هاي المخلوقة مارست الجنس ولم تعد عذراء. طالما هي عذراء فلحنا بنقلها أنسة. ألقاب الرجل هي مرتبطة بمكانته المهنية أو العلمية اللي وصل لها. نقول أستاذ، عضو، دكتور، مهندس، حتى ممكن نقوله عمه. ولكن بيتم تجاهل المناصب والألقاب العلمية والمهنية للمرأة. بيكون في إصرار على منادات المرأة بلقب أنسة أو مدام. لا وشو يابا، هذا من باب الاحترام. طيب مرة جاي لما تنسألي أنسة ولا مدام قولي له ما دخلك بوضعي الاجتماعي، أنا مهندسة، أنا دكتورة، أنا صحفية، أنا كاتبة، أنا ربة منزل، أنا أم، أنا خالة، أنا ست.